هذا وقالت الناشطة العراقية مريم محمد في اتصال هاتفي مع مراسل العربية أن القوات الأمنية العراقية أطلقت سراحها بعد التحقيق معها والتأكد من أنها لم تتلقى أي دعم من أي جهة أجنبية. الحمد لله على سلامتك عيني. الله يسلمك الله يسلمك دول عمرك اشكركم ما انسى هاي وقتكم الحلوه. هذا حسابك انت نزلتي عليه هسه على الانستغرام؟ اي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. اماناتك كلها عندك؟ اماناتك اي كلها عندي انطوني اياها. وما لا الحمد لله لا ما تعرضت لاي لا لاي تعذيب لا لاي اساءه ومكان نظيف والله العظيم والله العظيم مو قصه خوف ولا دفاع لاي اساءه او تعذيب او كل هذا انا ما تعرضت له وبنات محفوظين ومثل ما احنا وموجودين والحمد لله هي مجرد كانت تحقيقات لخوفا من تمويل الجهات الخارجيه يعني كانوا خايفين ضغط جهات خارجيه تدعمنا او تمولنا. طبعا الناشطة العراقية مريم محمد خلال نفس الاتصال مع مراسل العربية أضافت حول هذه النقطة التي ختمنا بها أنها كانت معتقلة في سجن انفرادي طول فترة اعتقالها لكنها نفت تعرضها لأي إساءة وأكدت ذلك مجددا. أكو بنات مختطفات شفتين وياك؟ أنا وياي لا ما يعني أنا ما كان موجودة بي لا ما بس وحدي. ها إذن هو سجن انفرادي كان كنت بي معاملتهم معاملتهم جيدة جدا أكلت يعني أكلت شربت يعني أكلي شربي حتى يعني أنا كنت ما أكل وما ما أشرب لأن هم يجيبوني يعني مو إجبار ب يعني ب إنه يصيفون علي أو شيء لا يجوني يعني كلام مهذب وكلام حلو يقول لو الأكل لا ضرين صحتك وتي والله العظيم تطلعين وماكو أي شيء وحتى ما يعني حتى الفواكه كانوا يجيبوا لي يقولوا لي على مود حتى فيتامينات حتى ما يصير عندك هبوط أو فقد يعني والله كل جيدة كانت معاملتهم. الحمد لله على سلامتك. إذن صحتك مستقرة ما بيها شيء؟ الحمد لله لا الحمد لله. أنت راح سؤال أخير يعني أنت حترجعين ناشطة بالتظاهرات لو راح تبقى بالبيت؟ لا صراحة ما راح أقدر. إذن مشاهدينا كان هذا اتصال تم تسجيله وكان مع مراسل العربية ومع الناشطة ماري. نتابع بعض اللقطات التي تظهر دورها خلال التظاهرات قبل أن تعلن كما استمعنا قبل قليل أنها لن تشارك مجددا في أي نشاطات في هذه التظاهرات. قول بانزين